انظروا إلي، أنا في الشهر الثامن من عمري، وسبب لي المحيط الذي أعيش فيه أشياء كثيرة من بينها الحساسية. هذه ماما وهي منهمكة في التنظيف، ولكن هل تعرف تأثيرات ما تفعله؟ جهازي المناعي يحتاج للكثير من مواد الاختبار، ولا يجب إبعادها عني بالمكنسة الكهربائية. الجراثيم في كل مكان، فيروسات وبكتيريا وفطريات، أغلبها لا يؤذيني مطلقاً، كما أن الغبار الناعم لا يؤذيني. يا لها من اختبارات مفيدة. أود لو أني أستطيع أن أقول لأمي لا تبالغي في التنظيف، فأنا وجهازي المناعي يجب أن نتعلم التمييز بين الأشياء الجيدة والضارة. ماما، أعرف أنك تفعلين ذلك لمصلحتي فقط، ولكن كي لا تتكون لدي ردود أفعال تحسسية تجاه أشياء كثيرة، يجب أن تدعيني أجرب أشياء كثيرة بنفسي. أبي وأمي يفعلان أشياء كثيرة يعتقدان أنها صحيحة، وذلك في أثناء الأكل أيضاً. حليب أمي هو الأفضل بالطبع، ولكن إن تعلق الأمر بتجنب الحساسية فيجب أن أجرب مبكراً أشياء أخرى، فعبرها تجري تدريبات مهمة ضد الحساسية في الأمعاء. فهناك تعيش بكتيريا بالمليارات، وهي تساهم في تحديد ردود فعل التحسسية مستقبلاً. كيف؟ سأشرح لكم. سأعرض لكم أولاً صورة لما تبدو عليه أمعائي حالياً. هكذا كانت أمعائي تبدو عند ولادتي. أول أنواع البكتيريا في أمعائي كان مهبل أمي مصدرها، وهي بكتيريا أسهمت في تدريب جهازي المناعي بصورة رائعة، وهي كبكتيريا حليب أمي التي تأتي مباشرة منها. وبعدها تنوعت المصادر من زجاجة الرضاعة وصحون الطعام ومن الأرضية. أنواع كثيرة وشديدة الاختلاف من البكتيريا والفطريات كلها تظهر للخلايا المناعية في جدران الأمعاء. كيف تبدو عليه الأمور؟ وما هي الأشياء المسموح بها هناك؟ أظهرت دراسات أجريت على آلاف الرضع مثلي، إذا كان هناك نقص في أنواع محددة من البكتيريا في أمعائي، فمن المرجح أني سأصاب بالرب التحسسي لاحقاً. لكن للأسف الشديد، لا أحد يعرف على وجه الدقة أنواع البكتيريا المفيدة، فأنواعها كثيرة جداً. لكن الأشياء التي لا يجب على المرء فعلها أبداً معروفة. تناول مضادات حيوية، فهي تقضي على الكثير من الجراثيم المفيدة، وتربك بسبب ذلك محتوى الجراثيم المعوية. بالطبع سأتناول المضادات الحيوية إذا كنت مريضاً، فحينها ستفيدني. ماما ستعتني بي، وبالمناسبة فهي لا يمكنها فعل الكثير لأجل أن تتجنب هي نفسها الحساسية، لكن بإمكانها فعل بضعة أشياء لإعادة الضبط، وذلك بتوفير تغذية للبكتيريا الجيدة. يجري ذلك كالتالي: تحول البكتيريا الجيدة الكربوهيدرات المعقدة إلى أحماض دهنية خاصة تقوي الجهاز المناعي. توجد هذه الكربوهيدرات غالباً في الأطعمة التي يتعين مضغها جيداً، كالحبوب الكاملة ومخللات الملفوف والمكسرات، ففيها لا يتولى المضغ فقط المهمة، بل الأمعاء أيضاً، وهذا جيد. بالمناسبة، أحدث مشروب أساسي لتجنب الحساسية هو الحليب الطازج، ليس للأطفال الرضع فقط، لكن انتبهوا، يجب أن يكون طازجاً فعلاً. هذه هي البكتيريا في داخله. إنها ليست مثيرة للاشمئزاز، إذ أن فيه أنواع بكتيريا جيدة فعلاً، وهي مهمة للجهاز المناعي. ولكن كيف تؤثر البكتيريا الموجودة في الأمعاء على ظهور الحساسية بدقة؟ هذه بحوث يقوم بها الراشدون.